أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم على البال، متواصلين معكم خلال هذا البرنامج. كما تعرفون كنا معكم خلال شهر رمضان المبارك في حلقات يومية، ونعود من جديد من خلال هذا البرنامج في حلقتين في الأسبوع في التقاء من مجموعة من الرياضيين في عالم الألعاب المختلفة، وكل هوايات معينة حاولت التنويع من خلال هذا البرنامج حتى نتنقل من ضيف إلى ضيف. وطبعا في البداية بحكي ضفنا فقرة لهذا البرنامج في البداية حكي عنها، وهو هدف على البال. دائما هناك أهداف كثيرة لا تغيب عن ذاكرة الكثيرين من الأهداف المميزة. في عام 1979 زار الكويت منتخب بولندا، وكان أنا ذاك الثالث في كأس العالم في قمة نجوميته، ولعب مع النادي العربي. العربي كان ذاك الوقت لما يلعب ما يستغني عن لاعبين، قال لفتح كميل الفارس اسمه أحد اللاعبين المميزين. لعبوا أمام فريق منتخب بولندا في تلك المباراة الجميلة. القصة مو لعبوا أمام بولندا، القصة فتح كميل شنو سوى في المباراة. تبي تشوفون شنو سوى؟ أنا أعتقد سوى شغلة ما صارت من قبل. نشوفها يا بعض ثم نعود معكم من جديد في على البال. ما بين كلهم يلعب يدي من ناحية فتح كميل، وفتح كرة معها وفتح يلعب إلى سلاح جاه الولد. نعود حبتنا من جديد في عالبال. لما تقول اسم جواد عاشور لأي واحد، سواء من كان يتابع الرياضة الكويتية في الستينات السبعينات الثمانية التسعينات، ما يمكن ما يعرفه. لاعب على مستوى عالي جدا. عندما كان يلعب جواد عاشور في منطقة خط الوسط مع النادي العربي كنت استمتع في الأداء. احنا نقول بعض الأحيان الحي يحييك، اللاعب الممتع اللي متعه في كرة القدم، وفوق هذا له مواقف عجيبة. ربما انشهر جواد عاشور في تلك المرحلة، طبعا هو مراوغ على مستوى عالي جدا، أيضا انشهر أو الناس عرفته قصة جواد عاشور أنه يرجع الكرة من نص الملعب إلى الجولشي، صارت حكي عليها وايد انشهر فيه. عندما تألق أيضا كحكم مميز وصاحب قرارات حاسمة، جواد عاشور عندما كان يلعب نادي صغير ونادي كبير لا كان يفرق بين كلا فريق، ربما يختلف مع من يختلف، يتفق مع من يتفق، ولكن جواد عاشور علامة بارزة في تاريخ الرياضة الكويتية. كلاعب قدم للكرة الكويتية الشيء الكثير، كحكم مميز أعطى للرياضة الكويتية الشيء الكثير، كلاعب الحقيقة ما يسقط على البال. حياك الله محمد. أشكرك على المقدمة، وحي جميع المشاهدين، وأول شيء عايد على صاحب السمو أمير البلاد ولي عهده رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي. حياك الله محمد. وانت صغير شنو الشيء اللي كان وانت ياهل في السكة في المدرسة، شيء كان في بالك تتمنى تحقيقه، شنو كان؟ أنا أصير لاعب. صير لاعب. إيه. شلون عشقت الكرة؟ إيه. شوف أنا أهم شيء كنت لعبتين شوية أجيد فيهم، يعني كرة القدم والسباحة. كنت سباح زين أنا أيام مدرسة الشامية. أنا ليل لما الليل أوقف على الكرة قبل، بس بالليل، ظهر عصر صبح ما نطلع من المدرسة شيء كله كرة. أول هذه حياتك كانت؟ هاي حياتي. إيه. شنو المنطقة اللي عشت فيها ذكرياتها على بالك إلى الآن في المناطق اللي سكنتها تحبها؟ طبعا منطقة الفيح. فيح. ليش فيح أبو محمد؟ لأن أنا أيام يعني تقريبا يعتبر أيام الشباب تقريبا، يعني مو الشباب قبل الشباب شوي،
الله يطول عمرك. قبل الشباب انا ترى رحت بالفيح. الفيح وين في بالضبط؟ الفيح اي منطقه؟ قطعه؟ قطعه ثمانية. ثمانية اي قدام مدرسه الفيح. ودرست مدرسة الفيحة؟ درست مدرسة. شنو الشيء اللي في بالك ما يسقط عن مدرسة الفيحة لما درست فيها؟ أي سنة درست فيها؟ وشنو الشيء اللي ما تنساه؟ إيه لا أنا درست قبل قبل مدرسة المتوسطة بالرشد بالابتدائي بعد. زين؟ هم بالفيحة. بالفيحة. بالفيحة كنت ألعب مع المدرسة وأنا صغير. يعني يمكن عمري 12 سنة ألعب مع المدرسة. الفيحة. وطبعا وبعدين كملت مدرسة المتوسطة وخذوني لعبت مع منتخب المدارس. ليش انشهرت ابو محمد بمراوقة؟ يعني وانت صغير كنت تشوف احد يلعب قدامك طالع احد انشهرت انك لاعب مراوق. ايه ليش؟ مراوقة كنت تحبها؟ اي احب المراوقة. ليش؟ أيه. شنو كنت اثرت بشيء معين كنت تشوفه ذاك الوقت؟ لا ما شو لا هي الموهبة من الله. شوف ليش الحين ماكو مواهب يعني مع الأسف يعني لأن ما في شارع ما في سكة ما في مدارس فهاي شيء مهم يعني فلا قلت لك أنا توني أنا من الصبح ليظلم الوقت وأنا ألعب كرة. محمد على بالك مصر إيش قصتك يا مصر؟ شوف تحب مصر من عمر ها؟ أنا أول شيء الله يرحمه الوالد الله يرحمه وداني أدرس بمصر. أي سنة؟ سنة 63 ما زي. كملت كنت أنا لاهي تبي الكرة؟ ما إيه أبي الكرة والنادي يحنون علي وقتها توني يعني توني طالع شوية فما كملت مع الأسف الشديد يعني ورجعت وبعدين رحت ما كملت يعني كنت بدش الحكي 63 هذا 63 64 زي. إيه؟ هذا أول مرة تروح مصر؟ أول مرة رحت 59 مع الوالد. مع الوالد؟ إيه؟ الوالد كان يحب مصر؟ إيه كان يروح مصر قبل الوالد. وراثة معناها؟ إيه وراثة تقريبا الله يرحمه. وبعدين رحت قلت لك علشان الدراسة وبعدين كل عيال قاموا يروحون معي مصر كلهم نيرة محمد علاء وفاء وأحمد عبيد كلهم يعني حفاء أنا كلهم وياي زين؟ يحبون مصر وإلى الآن بس أبو محمد أنت تحب مصر إلى الآن؟ لا الحين هي أحب مصر. شو تحب في مصر؟ شوف يعني على الأقل الواحد هناك مصر مو غالية وايد خل الواحد يكون صريح يعني عدل وأكو شقة هناك يعني حتى لو أنت ما عندك شقة وعند صديقك عند شيء مثل كلش تأجر يعني وأنا بصراحة ما أرتاح إلا بمصر. مصر عيالك يحبون مصر الآن محمد؟ لا الحين. ولا أقل منك؟ لا طبعًا أقل. عيالي الحين تزوجوا واللي ما تزوج ليه الحين لا ما قاموا يروحون مصر لكن قبل أنا وياي كلهم يروحون مصر. شنو المباراة اللي لعبتها ما تغيب عن بالك إلى الآن؟ على مستوى النادي على مستوى المنتخب شنو؟ لا وايد مباريات يعني شوف يعني أنا. المباراة اللي شوية حزت بنفسي شوية في كان في أزمة بين الكويت وإيران فودونا نلعب في اليونان هذه المباراة على ملعب محايد على ملعب محايد نعم. إيه كانت في أزمة الصامتة ما شنو إيه فمع الأسف أنا ضيعت قولي ما يضيعون مول يعني ما حد يضيعهم في هالمباراة شلون ضاع ابو محمد؟ انا انفردت مثل بعد اقول لك عن المره الثانيه مرتين انفردت ها كره سدها القوشي وكره طلعت برا غلبونا 2-0 صارت سالفه في المباراه ليش قبل تغيير اثنين ايران غيروا ثلاث تدري يخسرون لازم المباراه احتجينا ما ردوا علينا ولا شيء هم غيروا ثلاثة في المباراه اي والله احتجوا الله يذكره الخير العام عبد العزيز المخلد احتجوا وهذا وبعدين ما ردوا علينا ولا اعطونا المباراه ومحمد شنو الهدف اللي شاهدته المنتخب سواء خلال السبعينات ما تنساه تحس انه غالي كان الهدف هذا اللي تسجل من اي لاعب كان والله في اهداف مثل منو وايد حلوه لكن انا يعني عندي من احسن الاهداف
هدف جاسم يعقوب على روسيا. على روسيا. إيه. نعم. يعني هدف يعني عالمي يعني اعتبر أنا برأيي. على بالي. إيه. حبيتنا في كل مكان أتوقف لهدف جاسم يعقوب في أولمبياد موسكو 1980 في مرمى منتخب روسيا، ثم نعود معكم من جديد مع النجم الدولي السابق جواد عاشور. نعم سعد. نعم سعد يفك. ها رفع رفع لأبو حمود. أبو حمود صدر. يا سلام. جول جول. يا ربي شوفوا شوفوا النعيم سعد شوفوا النعيم سعد الصخرة يا سلام ارفعها على صدر محمود على صدر محمود ويدبنها بالجول على منو على حارس العملاق دسايب يا ابو حمود يا ربي يا إلهي يا نعود حبيتنا من جديد مع نجم الدولي السابق جواد عاشور. أنا أحب أقول دائما هو حكم لا شك مميز، لكن أنا راسك في بالي أنك تحب كلاعب مميز. إيه. ومحمد قبل الفاصل أنا سولف معاه قلت لي عندي شغلة بقولها بعد، تفضل. شوف مرة أنا وقتها ألعب دورة الروضة على الرمل بالدعية، ألعب مع فريق الأخ العزيز سلمان الشملا، وهو يعني مسوي لنا فريق وانا مختار ويا. ايه مجموعة واصلين قبل النهائي، وفي واحد الا بيعورني استدري سلمان معتمد علي فقير واحنا قالبينهم الا بيعورني متعمد متعمد ما تعرف انت لا لاعب وياهم إيه؟ ضدنا انا اقدر يعني اديش عليه اخاف انطرد يصير عدل بلوى وسلمان فقير يصارخ إيه؟ المهم غلبناهم انتهت المباراة ما خلى سلمان يوم طلع راح وشن يطق ايوه طق يا ابو داوود وجاء سليمان خلى قال لا شنو واصلين النهائي وهذا كذي ما خلى طق سليمان هاي سالفة واخذنا البطولة احنا. متى طرى في بالك تتزوج محمد؟ والله انا تزوجت سنة 70 اول متأخر ولا مبكر؟ لا بكر يعني بالعشرينات انت يعني. اخترت ولا اهلك اختاروا لك؟ لا انا اخترت. انت اخترت؟ انا اخترت. في واحد من عيالك يشبهك نفس طباعك ولا مختلفين عنك؟ عبد الله شويه. عبد الله شنو الشيء اللي الحلو في عبد الله تحبه فيك انت؟ شنو اخذ منك عبد الله؟ عبد الله اخذت يعني في الطيبه شويه. عبد الله طيب وزين وانا اعزه شويه لانه اذاني شوي. إيه اذاني شوي. بصراحه اذاني لكن احبه. زين محمد في خلال المباريات النهائيات الكؤوس مباراه تذكر ثانويه الشويخ اكيد في مباريات على بالك ما تغيب شنو هي؟ طبعا شوف انا مباراتين ما انساهم ثانويه الشويخ. مره نلعب ضد القادسيه قالبينهم اول شوط 2-0 وفريقنا ماشي زين يعني وكلش زين، عندنا لاعب اسمه سوداني علي السيد قبل علي السيد نعم جناح جناحي هو وينج، قال حق كان مدربنا بورهي قال ماني لاعب، قال ليش ما في شيء ما ادري ايش يبي يعني، قال ماني لاعب، قال الفريق ماشي واحنا قالبين 2-0 قال بس ما يلعب، قال متلاعب بدله خلى مكان الأخ علي حسين كان يجيب علينا العصامي يقول صار 2-2 تعادلنا وياه انتهت المباراة. بعد عقبها ما طق الكرة ما لعب مولي لا ما خلاه بوره يلعب اي والله زين شنو تفضل تضيف لا بضيف عن قول نايف اليابر الله يرحمه الله يرحمه الشيخ نايف اليابر آخر دقيقة قلبينا القادسية 1-0 وآخر دقيقة ياب هدف التعادل الجمهور طلع ردوا بس هم خسرنا قلبونا 2-1 اللي عبد الله العوضي إيه عبد الله العوضي هو ياب الجول هنا في ذاك الوقت إيه في ملعب ثانوية الشويخ إيه
محمد شنو طرى في بالك تعتزل وتروح التحكيم؟ لا أنا ما اعتزلت، أنا ما كنت أبى اعتزل، أنا أصبت. أصبت؟ إيه قصدي بطلت كرة؟ إيه بطلت طال عمرك. أي سنة؟ أنا تعورت 74. مبكر تعتقد بطلت؟ يعني توني لاعب، أنا توني يعني أنا توني لاعب 7 سنين بالمنتخب، يمكن فيني بعد ألعب يعني. تعورت المرحوم فهد الأحمد الله يرحمه غند الجنة هو اللي قال لي دش تحكي بالاتحاد، قال لي ليش ما تدش تحكي؟ والله والفكرة صارت ببالي ودشيت تحكي. كنت تحب التحكيم ولا جيت بس مجرد ان فهد الأحمد طيب الله؟ لا لا الله اي شجعني هو، انا بعد تدري ما انا ما احب التزم وايد يعني تدريب ما إدارة ما هذا، فرحت مو جوك التحكيم وانا تدري لاعب سنين وبنين وهذا جو. ومحمد يطري على بالك يوم تسممت في ايران؟ اي طبعا ما انسى هاي. على استاد اريا ماهر؟ لا المباراة؟ لا مو على اريا ماهر. لا ملعب ثاني. ملعب ثاني مو اريا ماهر. زين نحكي محمد يريم وادي ثقيف. اي هي مرزوق سعيد. ايش قصتها على بالك لحين تطري في بالك؟ طبعا كابتن مرزوق سعيد ابو عبد الله يعني من لاعبين نوادر، انا ما اعتبره بالكويت بس انا اعتبره بالشرق الاوسط يعني. صحيح. مرزوق سعيد حتى في العالم يعني في كم لاعب انا اعتقد في العالم يلعب من ضمنهم ابو عبد الله. وعبد الله باعتزاله فبس يكرمونه التلفزيون جاب العود وكان اصلا هوايته. اي 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 لان ايام قبل بغينا نتعلم انا وياه عند حلاق في المرقاب. اي والله اي والله منصار بغينا نروح عند حلاق يعلمنا العود انا وياه. زين ليش ليش حلاق؟ هو شو اسمه حلاق يدق عود؟ اي يعلم شلون تدق العود ما تدق. زين وانت ليش ما تعلمت؟ انا ما تعلم مو هوايتي. ابو عبد الله تعلم. تعلم مرزوق؟ اي تعلم. اي وصار مطرب زين. زين حكيت في بالك صارت لك حكوه ويا كامبوس وانت قلت فيما بعد اعترفت قلت انا غلطان. لا 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 انا ماني غلطان ويا كامبوس. لا 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 ماني غلطان، غلطان اني تفلت عليه. إيه نعم غلطان. إيه؟ لكن مع الاسف مع الاسف شوف مرات تصرفات يعني ما تقول ما في كلام ثقه. انا قلت لهم بالقرفه قبل لا ندش الملعب ومدير الكره موجود عبد الحميد محمد، قلت لهم التغيير كم؟ قالوا 5. قلت ماكو ازيد من 5؟ قالوا لا. بدلوا 5 بيبدل زياده؟ قلت له ما يصير انا متفق وياك. في كانت اي مباراه هذه؟ مع ايران. ايران اعتزال سويد يوسف سويد. اي غلط انا غلط غلطه واحده. انت قصدك ان الغلط انك انت انا رديت عليه مع الاسف الشديد انا غلط. اي نعم اي بس ولا الاتفاق؟ لا اتفاق هذا متفقين الفريقين ان التغيير 5 يبي يغير زياده. انت رفضت؟ لا خلاص احنا اتفقنا متفقين بالاصل بالبدايه. ايوه هذولاك شو يقولون بعدين؟ ما يصير. حبيت انا في كل مكان اتوقف لمباراه اللي ادارها الحكم الدولي السابق جواد عاشور منتخب الكويت وايران وكانت في اعتزال اللاعب يوسف السويد. شوف بعض اللقطات اللي حكينا عنها ثم نعود معكم من جديد في عالبال. نجمنا المعتزل اليوم لينضم الى صفوف التدريب في فريق نادي كاظمه وهو من اللاعبين اللي بدأ في 78 في دورة بنغلاديش الأولمبية 20 ودورة بنغلاديش أنجبت وعلي بروين المدرب الإيراني ليقدم هدية للاعب يوسف السويد. نادي حبيتنا من جديد في برنامجكم على البال مع النجم الدولي السابق جواد عاشور.
تكلم محمد عن مواقف كثيرة حدثت لك كلاعب وكحكم، ولكن شنو الشيء اللي على بالك إلى الآن تحبه تذكره؟ كل واحد أثر الأحيان يفكر يقول الله الوقت الفلاني المكان الفلاني، شنو الشيء اللي تحبه ترجع ذكرياتك فيه بمحمد على بال؟ في بعض الأحيان تقعد بروحك ساعات يخطر في بالك شيء معين تذكره أيام قبل، شنو؟ طبعا ايام احسن شيء ايام النادي العربي، ايام ما كنا نلعب مجموعه. شو تذكر فيه ذاك في على بالك للحين؟ في اشياء معينه تحبها زياده لها ذكريات في نفسك اكثر؟ اي طبعا. مثل شنو؟ يعني المجموعه اللي كانوا وياي انا يعني بالنادي العربي، يعني من اكبر اللاعبين عقب ال 74 كانوا كلهم يعني متعاونين على قلب واحد، مرتاحين بالنادي، ما تقيب عن النادي، فكانت أجواء حلوة يعني. وأيام المنتخب طبعاً مع المنتخب ومنتخب المدارس، فهاي أجمل الأيام، أيام الكرة بصراحة أحلى أيام الكرة. أحلى من حد التحكيم؟ وايد أحلى، وايد وايد طبعاً أيام الكرة أحسن. شوف مرة نلعب باليابان ونوصل مطر، وقيلة يعني ما تقدر ترك تشوت الكرة من هني لعندك. كان مدربنا طه الطوخي الله يرحمه، موجود موجود الله يعطيه العافية والصحة إن شاء الله. فنلعب قبل النهائي إحنا، ما شاء الله واصلين قبل النهائي. إيه الحين أقول لك يعني شلون أصير قبل النهائي مع كوريا إحنا. المهم أخذت الكرة وغزلت 5-6 ودخلت الكرة أنا والجول، أنا والكرة بالجول، طلبناهم 1-0. أقول لك مرة صلحت الكرة حق أخوي فؤاد ويانا، صلحت الكرة هني أنت خط الستة، صلحت له يبي شوت ما وصلت له عندي ريلي. ما تقدر تشوت الكرة أبد، ما يقدرون يأجلون المباراة. فانسحبنا قدام إسرائيل. هذه بس البطولة اللي قراوقت أكثر من لاعب ولعبتها برا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الصلاة كانت على المؤمنين منين كتابا موقوتا. والعب غدهم العصر عادي يعني كان. نعم. إيه؟ شنو الأشياء اللي هوايتك في بالك إلى الآن لا زالت هواية عندك؟ أنا ليه الحين عندي هواية الأفلام القديمة. إيه. الحين تحب محمد تطالع أفلام قديمة؟ إيه ترى أنا مرجع. شلون محمد؟ أنا بالأفلام خاصة الأفلام المصرية مرجع مرجع يعني. عندي مجلات قديمة لا تحصى. لكن راحوا بالغزو مع الأسف. كنت تحتفظ فيهم؟ أعطيت الشيخ أحمد اليوسف الله يطول عمره، أعطيته أول 50 عدد للكواكب. فقير هم راحوا منه ما أدري بالغزو وما أدري. وقال لي قال لي بأي ثمن يبهم؟ ما أقول ما ألقاهم. إي والله إي والله. شلون مرجع أبو محمد بالأفلام؟ شلون مرجع يعني تحافظ؟ حافظ إي حافظ. كان عندي 3000 فيلم كانوا بالبيت عربي. 3000 وحفظ زين يعني، وعرف الممثلين وعرف حتى الكمبارس أعرفهم يعني، مو تقول بس الممثلين يعني أعرف شلون. إيش قصتك شمس البارودي؟ هاي طال عمرك إحنا كنا عند محمد شمس البارودي بعد. إيه إحنا كنا عند محمد الملا بشقته الله يرحمك يا أبو صالح وغمدك الجنة. فسيد زيادة بيخرج فيلم، سيد زيادة صديق محمد. فعقب ما تعشينا وهذا قال لي ابو صالح الله يرحمه وصل عن سيد ميدان رمسيس. عاد انت بعد دليله ما يحتاج ما يحتاج مصر ما يحتاج إيه بسياره ابو صالح. فوانا بالطريق قال لي عن سيد كابتن يسميني كابتن. قال عندي فيلم اسمه فتاه من الارياف. فتاه من الارياف. ايه ايش رايك تمثل فيه؟ قلت له لا يا عم. شنو الدور يبيك فيه؟ دور زين يعني بيعطيني زين. مو بطولة طبعا يعني دور زين يعني. توني أول فيلم زين عايز وياي. قلت له لا قال
كابتن علشاني وهذا. قلت له لا انا مرتبط مع النادي وعندي مع اللاعب. فهالفيلم كان بطولة شمس البارودي. قال لك شمس البارودي معاه؟ قال لي وحسن يوسف. ايه؟ اسمه فتاة من الرياض. بس ما ولا بالعكس عرى قال لي والله في ذاك الوقت. ايه بس انا علاقتي قوية مع شكري سرحان، لان شكري سرحان الله يرحمه نلعب ضد الزمالك وديش علي بين الشوطين. زين تدري النجم يخلونه يدشوا. هذا اليوم تلعبون مع الزمالك على استاد القاهرة؟ لا على على نادي الزمالك. نادي الزمالك؟ ايه على ملعب نادي الزمالك. ايه نعم ايه نعم. نلعب وياهم. فقال انا معجب فيك. قلت له انت معجب، انا معجب فيك انت كفنان. اي والله وصلك بين الشوطين. ايه بين الشوطين دش لي الغرفه. أيه. وصارت علاقه وياه الله يرحمه. بعد مصر انت ابو محمد. أيه. ما تايس. أيه. سفيرنا هناك انت موجود. تحكي ابو محمد شنو الاشياء اللي ما تغيب عن بالك في الدراسه؟ شنو المواقف اللي ما تنساها؟ مع الاسف الشديد انا ما كملت الدراسه. مع الأسف الشديد طبعاً. تحس أنت تتكلم تحسف محمد. طبعاً مع الأسف. بس نصيحتك الجيل الحالي بعض الأحيان لها. أقول أنت قبل سهالة الحين لايبة خليه تمسك بالدراسة لما يخلص. نعم. علشان يضمن مستقبله. أهم شيء الحين الدراسة. أول سهالة يعني بالسبعينات والستينات الشغل عادي يعني حق المواطن. الحين لا. ومحمد دائما لما تطري في بال الكثير من الناس مباريات نادي القادسية يطرون في بالهم جواد عاشور. القدساوية ايش قصتهم معك يحبونك؟ القدساوية طال عمرك يتفاعلوا فيك. هذا اللي بوصل له. لا ما عليك. وبعدين انا بقول لك شيء. تفضل. يعني انا كنت لاعب وحكم دولي، اذا ما حكمت حق القادسية والكويت من حكم له؟ أنا ما حكم حق العرب. إذا ما حكمت حق القادسية والكويت يعني من حكم بعد؟ ما حكم حق العربي. فهم كانوا يتفاعلون، لكن بالله العظيم ترى أنا يمكن لو أقول لك أشياء ترى تعجب. إذا شلون وقفت مباراة نابولي وقلت لازم المتفرج هذا يطلع برا؟ وايد مو ليش محمد؟ لأنه يخربط. تعرفه؟ شفته لا ما اعرفه بس شفته. زين ايه شفته. هذا بروحه هالمره طلبت ان الجمهور القادسيه كله يطلع؟ ايه طلبتي طبعا واصريت بعد. ايه واصريت. ليش محمد؟ ما خلوا شيء باللعيبه، لا بطل لا ماي لا شيء، لا بطول لا حصم لا صخر، ما خلوا شيء. انت من النوع اللي تحافظ على الزميل اللي معاك؟ أنا ما أخلي اللاعب يوصل لاينمن أصلاً. ترى أنا ما أخلي اللاعب يوصل لاينمن. كلش ما أخلي. بسرعة أطلع لك. ليش محمد؟ بس ما له شغل اللاينمن. ما له شغل. أنت عندك شيء تعليان أنا حكم المباراة. نعم. ما له شغل. خل ريح السادة المشاهدين أبو محمد شنو تحب تشوف من الأهداف اللي تحبها من اللاعبين اللي تحبهم؟ محليين. طلعنا جول جاسم خلصنا. من الأهداف الثانية من اللي تحبها؟ لا في أهداف وايد. مثل أبي يعني مثل هدف العنبري على العراق. حبيتنا في كل مكان أتوقف للهدف اللي طلبه الكابتن جواد عاشور، هدف عبد العزيز العنبري في مرمى منتخب العراق في دورة كأس الخليج الرابعة عام 1976 والتي أقيمت في دولة قطر الشقيقة، المباراة النهائية. شوفوا الهدف ثم نعود معكم من جديد في عنبال. اللاعب في عرض الملعب كره خطره كره بس يبعدها وضع الجول دقيق كره صعبه واحده عرض روحه جول عبري جول ولا عبري ولا عبري ولا عبري ولا عبري عبري جول 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 الله 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 عبري الله عبري الله عبري الله عبري وصلت المباراه وصلت المباراه شوف العبري يا جول في الدقيقة
نعود احبتنا من جديد مع هدف عبد العزيز العنبري في مرمى العراق خليجي 4. نختم حلقتنا اليوم على البال مع الكابتن الدولي لاعب الدولي السابق جواد عاشور. كنت سعيد معاك والله ابو محمد، يبي لك 10 حلقات. لا بالعكس، انا سعيد جدا. انا اشكرك واشكر العاملين معنا جميعا ان شاء الله، واتمنى لكم التوفيق. شكرا لك يا ابو محمد. العفو. حبيتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجكم على البال. كان ضيفي اللاعب الدولي السابق جواد عاشور. بإذن الله تعالى نلتقي في حلقة جديدة. حفظ الله هذا الوطن ورمز شعبنا في المكروه، ودي الكويت في صلاتكم، إن الله يحفظها من كل شر. لقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة. آمين. فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم. مع السلامة.